السلام عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، في احسن حال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطرطه اللي هي سهله واي واحد يقدر يعدلها، ومكونات ديالها بساطين بزاف. عندنا هاد الكيكس، هذا كيكس د اللادو، وعندنا الحليب باش غادي نفسكوه، عندنا واحد فاني، وعندنا اللوز الافيلي باش غادي نزوقو به. وصافي الحليب انا ديجا كبيته هنايا، غادي نزيد غير شويه ولافاني. كنحركوهم مع بعضيتهم. ساهله يا البنات، وحاجه بسيطه تقدر تعمل اي حاجه بوحديتك في الدار ديالك ونخلطوا بها السعاده. مهم حاجه بسيطه نقدروا نعدلوها. مهم كنحتاجو واحد بلاطو، انا جبتو، عندي هنا واحد الصينيه عملت فيه هذا د الطرطاس، وكيكس ديالي فتحته هو هذا. كتجي الطرطه ديالو مزيونه بزاف. نبداو بالطريقه، كنجيبو البنات كيكس كنعملوه هنايا في الحليب، ماشي كامل طبعا، النص بالنص باش ما يتفزكش بزاف ونستوه. كنكملو هيدا البنات، نحاولو ما نفزقوه شي بزاف حيت هو كيشرب دغيا، كيشرب ديك الحليب. نحاولو نصيبو شويه بشويه غير باش يتفزق. اسهل طريقه باش نعملو طرطه، طريقة سهلة ومزيونة، واللي شاربها غادي تعجبو طبعا. هادي سهلة البنات اللي ما كتصدق لهمش الجينواز وما كتصدق لهمش الكيكة. غادي نكملو التفريشة الاولانية ديالنا، ودابا البنات ملي عدلت الكيكس ديالي هنايا استفتو كامل. ودابا نحتاج الكريمه، واحد لمبه كبيره د الكريمه انا ديجا طلعتها والخبط، ونكملو جو كيكس هنايا ديتو بهذه الطريقه، هذا طويل هيدا، والمره الثانيه خصنا نعكسوه بهيدا البنات. هذا دابا طول هيدا، هنايا خصني نعدلو هيدا، فهمتوني؟ فهمتو الطريقة؟ هذا خصو يجي معاكس، ونتمنى تكون الطريقة واضحة. صافي البنات، من بعد ما سويت سطح العمل ديالي دهنت كريمه لي هايدا كامله، دابا غادي نبدا طريقه طبقه. صافي دابا غادي نبداو الطريقه كما قلت لكم، غادي نبداوها بشكل معاكس. طبعا البنات اللي ما بغاتش تعدل الحليب يمكن لا تعمل سيرو دالما والسكر وفاني، كل واحد وباش كيبغي. تقدر تفزقها باش ما بغيتي، بالقهوه بالنسكافيه، على حساب المذاق اللي كيعجب كل واحد. طريقه بسيطه وسهله وكتجي غزاله.
ومن بعد ما كملت التفريشه ديالي غادي نحاولوا تخليوا الفراغات شتيتو هنايا ما بيناتهم، تلصقوا شي كيكه هايده ملصق باش الكريمه ديالنا كتدخل ما بين الفراغات. صافي وغنكملوا الطريقه الكريمه الطريقه ديالنا. ودابا كملت كريمه ديالي، مع الاسف تقادت لي كريمه واضطريت نعمل واحد كريمه اخرى. المهم هذه النعطه تقادت لي وبغيت نعمل واحد كريمه هايده بالحليب بحال كريم باتيسري وصافي باش نكمل الطارطه ديالي. دابا بغيت نشارك معكم هديه غادي نزوقها بتصويره د بنتي، بغيت نفرحها. كنشبروا التصويره كنعدلوا كنغلفوها بسلوفان بابيل اليمونتير. صافي كنعدلوا فوتو هيدا كنعملوا فوتو ديالنا كيجي المنظر ديالها مزيان. نكملوا الزواق ديالنا غادي نساوي دابا هاد الكريمه ديالنا. صافي البنات من بعد ما وزعنا داك الخليط تمنيت نكمل بيها بالطريقه اللي كان خصني بالحق، ما كفاتنيش الناطه ماشي مشكل. دابا من بعد ما نزلت فوطو ودهنت ديك الكريمه غنزوق شويه باش نغطي ديك فوطو. ومن بعد ما دورنا بديك النقيطه تبقات لي واحد شويه كريمه، غادي نحاول نغطي هذا اللوز ايفيلي. المهم هي الفكره بنات، فكره بغيتي تعمل بنتك عيد ميلاد في الدار و استغل شي فوتو عندها وعدل لها الطرطه ديالها فرح بيها. سلام هذا الزواق، الزواق على حساب كل واحد وشنو عنده. مهم انا عملت اللي عندي في الدار، مهم هي الفكره البنات. هانتوما ها هي الطرطه ديالنا وجدات وباقل ثمن وباقل تكلفه ومزيونه. وبالصحة والراحة وكنتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والاشتراك. وفي مرة أخرى إن شاء الله يا ربي في وصفة جديدة ومع أم عمران ديما الجديد إن شاء الله يا ربي.